اليوم عم تتجهز رابع دفعة من مهجري حي الوار المهجرين قصرا إلى مدينة جرابلس. تعداد هذه الدفعة الخارجة من حي الوار إلى ريف حلب الشمالي من باب أو جرابلس 2500 شخص. ما حد يعني قدر يوقف التهجير. يعني أمريكا ضربت مطار الشعراف، يعني إنه على أساس عملت شغلة كبيرة مشان الكيماوي. طيب التهجير ما له جريمة؟ القصف يعني بالقنابل العنقودية، قصف يعني كافة أنواع الأسلحة ما لها جريمة؟ موكل قائد